سلام كبيدات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الامور ديالكم مزيانه، ولقاكم فيديو ديالي باحسن الاحوال. الوقت خرجت دوارتكم، كي داز عيدكم، بغيت نبارك لكم عيدكم مبارك سعيد، دخل عليكم وعلينا بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي. وباش ما تمنيتو وليكم لوليداتكم لعائلاتكم، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا لعقبال 100 عام ليكم والمعز عليكم. المهم كبيدات، اليوم لقيتو نهار العيد، فايقين فرحانين ناشطين كما العاده، ولكن اختي كنحاولوا ما امكن انا نخلقوا الاجواء ديال العيد، واخا راه ما كاين بو اجواء. دابا لقيتوني غير بوحدي، شخوان جا جاب الحولي مشى طار عنده الخدمه. تصوروا نهار العيد بنادم خدام عنده الخدمه، ما يمكنش نعمل نديروا اجواء ديال العيد دابا في الصباح حتى العشيه عاد غادي نديروه. واختي كاين ظروف ما يمكنش. راجل كتلعب مع صاحبتها هنايا في الحومه، راسي لها هي في الزرده كتلعب، انا لبست اختي هذا المخوار هذا، صافي مخلقه السعاده غير بوحدي. عادي ما كاين والو، حيت على الدار هضرت معاهم واحد شويه. راكم عارفين هنايا عيدين قبل من المغرب بنهار قبل. المهم غادي واختي نوريكم الحولي، هاجي واختي تشوفوا معايا الحولي، ما كنشوفوش كاع الدم حنايا. غنوريكم اختي الحولي وتشوفوا معايا الاجواء كيفاش دايره. واحد الحاجه يا اختي عصباتني وكتعصبني كل عام، تنقول ليه شخوان جيب الدواره، جيب قول لي وصيهم على الدواره، الدواره هذيك الشحمه اللي كدور بسميتو ياك الدواره، جيب الدواره وصي عليها، راهما راه كيدبحوا في البطوار، راه ممكن انه حيت داكشي كيرميوه عندكم. شنو كيجينا حنا مع الحولي؟ كتجينا غير غير غير. انا نوريكم بلا ما نهضر. ها انتم البنات، ها الحولي جاي في الميكات ياك. المهم سولتو انا على الدواره، قال لك ما كايناش ما جابوهاش، واخا قال ليه ما كتجيش، داكشي اللي كيعطيونا هو اللي كنجيبو. المهم كاين هنايا الكلاو، هنايا الكفته، ديجا البزار كيصايب لي كاع داكشي لي بغيتي. هنايا ها الكبده، الكبده والقلب، هاهما هادو لي غادي نشويو ان شاء الله. ولكن انا كتعجبني الكبده دايره بها ديك الشحمه بولفاف، كيجي واعر. هنايا شنو كاين؟ هنايا القطبان، ها القطبان خاصني هادشي كلشي نجبدو باش نفرقو في الميكات. ها القطبان هانتوما، شوف القطبان ديجا هنايا البزاف كيدير لك كلشي. دابا تلقاش اخوالي وسط قال لي دير هادشي، شنو كاين هنايا؟ شوف هادو ضليعات ياك، ياك شنو اخر هنايا؟ هنايا الظهر كمال الضليعات جهة اخرى ياك. هنايا العنق، العنقرة هنايا صافي ما تبقى في الحولي. هانتوما اختي شتو العيد ديالنا، هاو صافي، ما شنا حولي، ما عشنا دوك الاجواء، ما كاين راس، ما كاين ريا، ما كاين الكرشة، ما كاين مصارا، ما كاين حتى حاجة. هادشي كلشي دابا غادي نشدو كلاوي هكا هما اختي، نديرو هنايا غنشويوهم، غنحل دابا هادشي. القطبان خاصني ندير، ما عرفتش واش غندير شي شرمولة، هادشي باقي بدمو. هاهما الكلاوي، تغسل
شويه كاينه صغيره هاي ضعيله كاينه الريه والكبده والقلب شفتو ها فين هو القلب ها القلب حتى هو لاصق صافي دابا هادشي غادي نغسلو ونقرطو وجدوا على تيسان هنايا صافي كيما شفتوا المهم سهل عليا الماموريه جاب لي كلشي بقى بقيت غير تنقسم هكا في البلاستيكات وكان وكنقادهم لين ما نخشيهم في الكونجيلاتور وصافي ما غسلتش اللحم هذه المره هذه واخا راه يديك ياكلوني كنقول خصني نغسلو لحقاش كان الا ما غسلتوش ما كنحس براسي هي هذيك ولكن هذا بالضبط حيتاش عارفه كيما تذبح كيما جا عندنا ومبقاش هكا كيدور من بلاصه بلاصه والجزار هز قطع حط اما فاش كي فاش كيجيب لي هكا اللحم غير ما نطيبو مثلا مره ولا جوج مرات ضروري هذاك تنغسلو واخا عارفه هاد القضيه هادي غلط وكاين بزاف ديال الناس كيوافقوا الراي ديال انهم يغسلوا اللحم وكاين اللي ضد ولكن راه كنسمع الاطباء وهذا كيقول لك لا ما خصكمش تغسلوا لا اللحم ولا الدجاج احسن طريقه انكم تديروهم في الماء السخون لمده دقيقه ولا جوج دقائق بحال غتسلقوهم دقيقه ولا جوج دقائق احسن طريقه لقتل البكتيريا انا كنديرهم بجوج انا تنغسلهم عاد تنسلقوهم عاد كنبدا كنصبو سورتو الدجاج البنات مي كنش ما نغسلوش كيقول لك لا ما خصكيش تغسليه راه كتقعد ديك البكتيريا كتنتشر في لافابو السلمونيه ولا ما سميتها السلمونيه وقيله كتنتشر وهذا انا واخا كتنتشر كنقتلها بجافيلو لي برودوي ديال التعقيم ما عرفتش الدجاج كيجيني نزفر ضروري خصني نغسلو بالحامض الخل سكنجبير يرقاد تحيد منه ديك الزفوريه ودوك ديك الماده اللي كتزلق ضروري ممكنش واخا ما كيقولوا الاطباء عارفين ديك الهضره ديالهم صحيحه ولكن كتبقى حتى النفسي ديال الواحد كل واحد وكيفاش داير اللحم كما قلت لكم هذا ما غسلتوش لحقاش ديال الاضحيه راه عارفه نقي درت هنايا القطبان درت هنايا ثلاثه ديال الميكات هنايا الضليعات جوج ديال الميكات هنايا خليت القطبان والضليعات ما نشويو لهما هنايا هذه العنقره فيها جوج ديال هذه مقطعه هذه صاينه ياك هنايا الكفته ياك وصافي هنايا بقات هذه انا غادي نكمل دابا هنايا الكمله ديال الحولي وهادو حتى هما غادي نكملهم ما عرفتش هادو شنو غندير لهم واش نقطعهم ما عرفتش غندير ميهم غنخشيهم في الثلاجه تيجي هو ونعرف يقول لي شنو كش خلاهم صاينات ما عرفتش شنو بغا يدير بهم الله يجعل البركه كنا اولين غير نشويو عيط لي قال لي راه جاي واحد ود لوستو واحد الكوزان ديالو قال لي لا ما بغيتي طيبي شي حاجه وعاد نشويو جوج زعما نديرو جوج اكلات وصافي هنا شديت هادشي الدخلاني ديال الحولي قطعتو هكا طروفا اللحم والريه والكبده درتهم في الطاوه ودرتهم مع البصله ودرت معهم غير الملحه البزار والثومه فقط ما درت حتى شي حاجه اخرى صراحه فايته كليت هاد الاكله هذه في كردستان وعجباتني كيسميوها القليه بحال قلتو التقليه ديالنا هما اللي كيسميوها القليه و كليتها عندهم وعجباتني هما كانوا دايرين فيها كلشي مخلطين كلشي انا هادشي اللي عندي درتو وقطعتهم هكا كما كتشوفوا طروفا وصافي حطيتهم في قلبوطه مع شويه ديال الزويته بلديه صراحه جات الاكله زوينه راه تشوفوا في الاخر كتجي صراحه ما بيهاش زوينه وصافي داكشي اللي بقى خليته يتشوى مع القطبان كما قلت لكم والكوتليت وصافي وهادشي اللي كاين هادشي اللي نورمالمون كيدار في نهار ديال العيد هاش اخويا نلبس الفوقيه دابا كاندي المهم دابا يلاه بديت كنشويو قيا جاتو هي هذيك جاتو عبار
ها نتوما الكلا ديالي وجدات، طبعا نوجدو شلاضة، ايوا ها هو عشانا الليلة مع اللبن صافي. الحمد لله وشكرا لله البنات سالينا صافي دابا كنجمع. عرفتوا والله العلي العظيم الا كناكلو غرب العينين. ها نتوما كلشي شاطة، شوفوا القطبان بلا الكوتليت ما كاين فيه الليل. كنعيا اختي مع هاد الراجل اللي كنقول ليها راه بزاف 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 والو كياكل غير بالعينين. دابا هادشي غادي يبقى، هو ما كيبغيش ياكل الحاجه مسخنه صافي ضايع. كنقول ليها راه هادشي راه كيبقى راه حرام. ما اختي ما كيتصنتش والله، مشى طار خرج هو صافي سالي عنده العيد. Very beautiful. What do you write down? I love you to the moon. To daddy. To daddy. Love, Rasin. Yes. I love you. I love you. I love you. Because you remember your daddy? In the morning when we asked you about Father's Day, you said, I don't know, I don't know. Why? Why? Because I don't know. You know? No, I don't. الصباح كنقول هضروا على Father's Day كتقولي لنا ما عارفاش وهي دايره لي لاكار. شوفوا ها. I didn't know when it was Father's Day. But how come you make for him this? No, when it was not Father's Day, when it was nearly Father's Day, I made this car. Ah, but you don't know when. You just make it. Yeah. I didn't know when. شوفوا قالك الديكوريشن، شوفوا الحب. They gave gray stars, gold stars. In the school. Yeah. مزيان. صاحبتي كانت في كردستان وشاخوا نص على شي عسل تجيه من تما كيصيفطوا ليه العائله ديالو. وجابوه لينا معاهم وعيطنا لهم باش نباركوا لهم العيد وفي نفس الوقت نجيبو منهم داك العسل. وقالت لينا الا لقيتونا غادي ناكلو، قلنا لها صافي اوكي تتاكلو ونجيو. قالت لينا والو والله تجيو، بقاو هما كيجرو حنا كنجرو لا والله هادي ولا هادي. صافي في الاخر صافي مشينا. المهم قالت لينا ديجا انا مطيبه بكم لبلا بكم اجيو مرحبا بكم. صافي مشينا. اصلا انت انا توحشت الدولمه شحال هادي ما كليتهاش، وسيرت الدولمه ديالها هي الصراحه كتصرعها كطيبها واعر فيها واحد البنه واعره بزاف. قلت لها شي نهار تبغي طيبيها نجي ولا طيبيها ما عندي في داري ولا نطيبوها في دارك. المهم تعلم الطريقه ديالها بالضبط. لحقاش شحال من وحده شحال من دولمه كليت، ولكن هي من الدولمات اللي اللبنانيين، ما عرفتش شنو كدير فيها بالضبط، ولكن صراحه كتصرعها كتجيبها واعره. صافي حنايا كنا هنايا كنا غير حنا وهما، حطتني السفره وصافي جبنا العسل ديالنا وجينا رجعنا في حالنا. شخوان كيتسطى على العسل وسيرتو ديال بلادو لاقاش هانتوما شخوان السمي ديالو هنايا. لاقاش كيعرفو هما دوك الناس اللي كياخدو منهم من البلاد عندهم، عارفين راه حر 100%. واخا هما راه عندهم مختال زعما على ديالنا، اللون ديال العسل ديالهم مفتوحه بزاف. شوفوها تقولوا راها ماشي حره ولكن هي راه حره 100% بالشهاده. سمعت والله الا الريحه خطيره بالشهد. فرحان دابا انت حلاوه. شحال هنايا من كيلو؟ لا شحال من كيلو هنايا؟ 2 كيلو. 2 كيلو هنا 2 كيلو. لا راه شويه راه شويه راه شويه. You want to eat some؟ نشوف. It's like a biscuit cake. ديما انت يا like a cake.
How that? كانوا يقولوا بالموت. واه هذيك حماق عليها بابا. بابا عزيز عليه العسل بالشهد مع شي ملوي. يا سلام. كيقول لي شاخون تقدر تاكلي هذا؟ لا ما حيتاش طبيعي. كنقول ما نقدرش، مقدرش ندوزو، كيجيني بحال الشمع. واخا راه زعما إلا بقيت كان مضغور غادي يدوب، كما كان مقدرش، منقدرش ندوزو.